نظم مركز اللغات بالتعاون مع كلية الاتصال بالجامعة القاسمية مبادرة بلسان عربي مبين، وقدمت فيها عددا من المحاضرات التفاعلية التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 200 طالب وطالبة من غير العرب، ويمثلون في مجملهم 40 دولة. لغة الضاد، اللغة التي أسهمت في إبداع الشعراء والأدباء العرب في كتابة أشعارهم ورواياتهم. وبهذا الصدد نظمت الجامعة القاسمية مبادرة بلسان عربي مبين عبر محاضرات شارك بها العشرات من مختلف دول العالم، ترشح عدد منهم لدخول الجامعة. هذه المبادرة تختلف لحد ما عن طبيعة هذا الدور في أنها تعلم من يريد أن يتعلم اللغة العربية في أي مكان في العالم، وبالتالي نحن ككلية اتصال كان دورنا في الترويج والتسويق وتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه المبادرة، والحمد لله التحق في المبادرة أكثر من 200 طالب وتم تعليمهم اللغة العربية، ومنهم من التحق بالجامعة ومنهم من تعلم اللغة العربية من أجل أن يتعلم اللغة العربية. الطالب 20 ساعة في الأسبوع بيدرس في مستويات مختلفة، طبقنا عليهم اختبار لتحديد المستوى أولا، ثم صنفناهم حسب مستوياتهم اللغوية. عندنا 3 مستويات، المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم، فكل طالب بيدرس حسب مستواه حسب الدرجة التي حصل عليها في اختبار تحديد المستوى طبقا للنظام العالمي، هذا نظام عالمي في كل جامعات العالم في تعليم اللغات الأجنبية. المبادرة تم تنفيذها عن بعد عبر محاضرات تفاعلية تمكن الطلاب والطالبات من اكتساب أسس اللغة العربية تحدثا وكتابة. وأنني وجدت كثيرا من العلوم الجديدة التي ما كنت أعرفها من قبل، كالثقافة عن اللغة العربية ومهارات القراءة التحدث. وإلى جانب ذلك أسمت المبادرة في صقل مواهب المشاركين في مجالات الخطابة والشعر والإلقاء والأداء الدرامي والإذاعي والتواصل مع الآخرين، مستفيدين مما حصلوه في شتى دروب اللغة العربية وآدابها. إن انطلاق مثل هذه المبادرات يجعل من الشارقة قبلة ثقافية علمية، ويؤكد على أن الجامعة القاسمية شارقية الموقع عالمية الرسالة. لأخبار الدار، هدى سالم، الشارقة.